حاولت ليلة البارحة مجموعة إرهابية مجهولة العدد شن هجوم على مفرزة للجيش ببلدية وادي الشعب دائرة باتنا، إلا أن سرعة ردة فعل عناصر الجيش أحبطت الهجوم، ما دفع بالإرهابيين إلى الفرار ناحية الجبال المحيطة بالمنطقة، أين لا تزال عملية التمشيط المباشرة من قبل قوات الجيش متواصلة منذ فجر اليوم بحثا عن العناصر الإرهابية المنفذة لهجوم خلف إصابة 4 جنود بجروح طفيفة. وقد عبر سكان المنطقة عن اعتزازهم الكبير بالعمل البطولي الذي قدمه ليلة البارحة عناصر الجيش. مراسل تلفزيون النهار من ولاية باتنا سعيد حريقة تنقل صبيحة اليوم إلى بلدية وادي الشعبة وعاد لنا بالمشاهد والتصريحات التالية. كنا ما زالت الناس صارة في القهاوي الأخر، زمان سمعنا الرصاص، بعد ناط ناس تجري منا والحمد لله فات سلامات، ما كانوا هجموا على القزارنا. نعم هجموا على القزارنا، واش تبان لي ما كان والو، هو الهدف تاع مواجهه القزارنا ما فرخيل الجيش كيما قال لك. قارضه لاباس، دار اللي عليه، ايه المهم فاتت لاباس الحمد لله. الشيء اللي داروا الجيش ما نعطيهم يعني حاجه تفرح يا بعد وتصرف، لانه رغم الاغتيال وحاله قدر يرجع يعني في المقاومة وعمل اللي عليه ويعني يعطيه الصحة بزاف بزاف، لأنه كنا قادرين يروح كامل الدوار.